فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيان عيوب الطعام للزوجة أو للخادم بأن الطعام مثلا مالح أو غير ذلك، هل يدخل في الأمر المذموم؟ لا، أنك توجه الزوجة أو الطباخ لا بأس، لكن هذا الطعام هذا لا تذمه، لكن توجه الخادم أو الطباخ أو الزوجة في طبخ الطيب هذا لا بأس به. نعم.